بلاش طازة أو مش طازة، مش فارق معايا، عايزين زبدة سايلة على زيت، وعايزين للكاسترد 3 معالق كبار كاسترد باودر على لتر حليب وفانيليا. لو احنا اشتغلنا بالكاسترد الباودر ساعات ما بنحتاجش الفانيليا، عايزة انتي تزودي الفانيليا تمام. نص كوباية سكر، ولو عندك قشطة، قشطة بقى من وش اللبن، قشطة اللي هي الكريمي، القشطة العلب دي المعلبة، عندك ويبينج كريم تمام، ما عندكيش خلاص ما تحطيش ولا كريمة ولا وش لبن ولا أي حاجة، هنشتغل ببودرة الكاسترد واللبن بس. يلا بينا. أول حاجة بنعمل إيه؟ نعمل كده هون، نوسع لنفسنا، ولا أقول لكم تعالوا نعمل الكاسترد الأول؟ يلا. هو اللبن لسه ما جاش صح؟ عشان إيه نفرفته كده زي ما هي اللفة. عشان كده بقولك لو مكسر معاكي ما عنديش اي مشكلة خالص. في صاج او في اي حاجة لو انت عايزة في صاج تفرديه وتنعكشيه كله وتحطي الزبدة والزيت تمام. مش عايزة تعملي كده ممكن تقومي عاملة ايه، واخدة اللفائف الجلاش والبقلاوة كده زي ما احنا شايفين. بصي ونعمل كده، بس الأول ناخد من الزبدة والزيت ونحط في البايركس اللي احنا هنشتغل فيه. طبعا بتحطي كمية محترمة يعني. نجيب معلقة ونرص الجلاش بالشكل ده، أي رصة يعني، الموضوع مش ايه، عادي بسيط. بنرش بقى عليها الزبده والزيت، كميه الزبده اتحكموا فيها، عايزين تحطوا كتير عايزين تحطوا قليل براحتكم، بس ما يعني ما تقللوش قوي علشان الجلاش يطلع معانا محمر. اوكي اهي شربتها كلها، اللفائف والدوائر بتاعتنا بقت ايه، شاربه كلها زبده وزيت عشان تطلع معانا مقرمشه كده وجميله وخطيره وبتاع. اوكي تعالوا بقى ناخد الكلام ده وندخل بيه على الفرن عشان يتحمر، ونسيبه يتحمر براحته خالص. البقلاوه مشكلتها هي والكنافه ان هي بجد روحهم كده في السمنه وفي الزبده وفي المواد الدهنيه. يلا بينا. نعم يلا دخلناها الفرن، نسيبها بقى في حالها، وبعدين هيبقى عندنا هنا اللي هتطلع من الفرن عشان ايه يبقى الوقت كده ايه اختصرناه. ناخد بقى الكاسترد نبتدي نعمله. يلا اللبن وصل بالسلامة، نحط اللبن. نحط عليه على طول الكاسترد. ده كاسترد جاهز، قلت بقى ولا نعمله في البيت ولا صفار بيض ولا يستصعبوا ولا يقولوا الحاجات دي ما بتنجحش مننا ولا اي حاجه، ده حاجه حلوه كده في السريع وانت قاعده تعمليها. حطينا الباودر بتاع الكاسترد، نحط السكر، نزود الفانيليا، ولو عندك القشطه ممكن تحطيها دلوقتي او الكريمه. تعالوا نحط الكريمه بالمره عشان ايه برضو نكسب وقت، او قشطه وش اللبن. تكسر ده هنا البقلاوه اللي متكسره دي او البقلاوه اللي احنا رصينها هنا. تعالوا ناخدها كده، انا باخدها بس في حاجه اصغر كده. الكاسترد كده تمام جدا وربطه بقى تقيل وكل حاجه، وهنا بقى عايزين الكاسترد يكون تقيل شويه فتقلوه علشان يبقى ايه ماسك نفسه كده معانا. كده جاهز، لو عايزين تحطوا زبده برضو في الاخر تحطوا مكعب زبده اوكي، بس انا حاسه ان كفايه قوي الزبده اللي احنا حطيناها على الجلاش. وبعدين نعمل كده كده، ونقلب. احنا بس بنوسع وبنقلب ونخلي ايه الجلاش
يتشرب من الكاسترد. عايزين تحطوا مكسرات مثلا، نحط مكسرات وهكذا. تسقوا كده كده سمعوا شوية سوداني. هو حاجة تتاكل كأنها تعتبروها مثلا أم علي كده، خلطة لذيذة تتاكل باردة تتاكل سخنة براحتكم. نعمل كده، عايزين نطلع اللي في الفرن كمان وندخل ده على طول حالا. هعمل كده كده اهو اهو. انا عايزاه ايه، حته وحته فاهمين يعني، يبقى جلاش بالكاسترد بس متقلب كده وبس. يلا بينا نشيل اللي في الفرن وندخل اللي تمام ياخد برضو وش لذيذ كده بالكاسترد وبتاع، وخلاص على كده. يلا بينا، الجلاش بتاعنا اللي بالكاسترد خلص واخد وش وكل حاجة، هو بس ياخد وش كده لذيذ ويتحمر، وزي ما انتوا شفتوا سهل جدا مفيهوش اي حاجة. عايزة بقى تحطي اي نوع مكسرات حطي، مفيش. فين فين فين، انا هرش شوية سوداني وقد كانت.